تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني. ورفع معالي وزير الديوان الملكي إلى مقام جلالته الكريم صادق التهاني بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا أن ميثاق العمل الوطني كان تكريسا لرؤية جلالته الإصلاحية وبناء مستقبل مملكة البحرين على أسس من الثوابت الوطنية التي أكدها الميثاق الوطني ونال مباركة أهل البحرين الكرام.